تأتي هذه التظاهرة الاحتجاجية تعبيرا من السادة المحامون بهيئة الدار البيضاء والباقي الهيئات الأخرى دفاعا عن نبل رسالة مهنة المحاماة، وأيضا احتجاجا على استهداف الممنهج لمهنة المحاماة، حيث لا يعقل أن يتم دفعة واحدة تنزيل مجموعة من المشاريع قوانين التي تمس بضمانات المحاكمة العادلة وأيضا تمس بحرية المتقاضي في اللجوء إلى العدالة واللجوء إلى القضاء. لا يعقل أن يتم تضمين في قانون المالية 2023 مجموعة من الضرائب الإضافية والزائدة والمثقلة لكاهل المواطن المغربي المتقاضي في ملفات ذات بعد اجتماعي وذات بعد إنساني. لا يعقل أن يتم أداء أكثر من 1000 درهم في المراحل الثلاث للتقاضي على المواطن من أجل أداء ضرائب قبلية قبل أن يؤدي الرسوم القضائية، ملفات النفقة وملفات نزاعات الشغل وحوادث الشغل وملفات أخرى ذات بعد إنساني. المحامون الآن غاضبون من أجل الدفاع عن رسالة المحامي ومن أجل الدفاع عن المواطن. أيضا نحن نقف أمام البرلمان بعد العديد من الوقفات بالمحاكم المغربية وبمختلف هيئات 17 للمغرب، فتحية لكل من حضر ولكل من ناضل من أجل المواطن ومن أجل الولوج المستنير للعدالة. احنا واقفين اليوم هذه الوقفة تنديدا لعدة المشاريع القوانين اللي استهدفت مهنة المحاماة، وعلى رأسها القانون ديال الضريبة اللي فرض واحد تدريب مسبق على جميع المتقاضين في الأداء ديال عندما يتقدمون بدعوة أمام المحكمة، ففرض عليهم أنهم يؤدوا واحد الأداء مسبق، وهذا الشيء يثقل كاهل المواطن كثيرا وكيحرمه من أنه يولج واحد الولوج مستنير للعدالة. وحنا يا كرسالة ديال الدفاع اللي كندافعوا على هذا المواطن جينا وقفنا اليوم باش ندوا بهذا التدريب المسبق، لأنه لا 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 معنى له، وكنطالبوا من الحكومة ومن الناس المسؤولين ومن السيد وزير العدل أنه يعيد النظر في هذا القانون، لأنه قانون مجحف ومضر بالمواطن قبل أن يضر بالمحامي، وبالإضافة للقوانين الأخرى اللي هي قانون المهنة، قانون مشروع قانون المهنة، وقانون عدة القوانين اللي هي اللي ضرت بالمواطن وضرت بالمحامي كذلك.